اختلفوا أيضا في معنى الخبث والخبائث. على أقوال، قيل الخبث هو الكفر والخبائث الشياطين، هذا القول الأول. القول الثاني قيل الخبث الشيطان والخبائث المعاصي، والقول الثالث قيل الخبث ذكران الجن والخبائث إناثهم. وقيل بأن الخبث الشياطين والخبائث الشر عموما، الشر عموما. إذن من السنة أن يقول الإنسان عند دخول الخلاء بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.